طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بداية خالص بقدم الشكر لإدارة الأكاديمية بيسمحوا لي إن أكون في وسطيكم دايما، ودايما أتمنى ليهم الخير والتوفيق، وربنا دايما يجعلهم منارة للخير والسعادة لكل الناس إن شاء الله يا رب. نبتدي بسم الله كده في موضوعنا النهاردة. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن التواصل، النهاردة هنتكلم مع بعض عن الشخصية والسمات بتاع الشخصية. هناخد الموضوع في شقين، هنتكلم يعني إيه كلمة شخصية بصفة عامة، وبعدين نتكلم عن الشخصية الإدارية. أنا كموظف في أي نوع من أنواع الوظيفة أبتدي أشوف أنا بتعامل مع مديرين، إيه صفات المديرين اللي بتعامل معاهم، أو إيه أنواع المديرين اللي أنا بتعامل معاهم، وفي نفس الوقت إيه الطريقة اللي إحنا ممكن نقترحها عشان نقدر نتعامل مع أنواع المديرين المختلفة. في البداية خالص عشان نبقى متفقين مع بعض، لما نيجي نتكلم عن الشخصية احنا كلنا بيأثر فينا كلمة كبيرة جدا هي البيئة. كلمة كبيرة جدا هي ايه؟ البيئة. البيئة دي طلعوا منها أربع حاجات، طلع منها البيت المنزل، طلع منها المدرسة، طلع منها بعد كده الأصدقاء اللي بتقابل معاهم في مكان المدرسة، واخر حاجه وسائل الاعلام. الاربع حاجات دول بيشكلوا الكاركتر او بيشكلوا الشخصيه بتاعت اي انسان. في توافق بيحصل بين شخص وشخص، يبين ان الشخصيتين دول متقاربين الى حد كبير، وبالتالي يقدروا يتعاملوا مع بعض. في تناقض بيحدث، معنى كده ان مش واحد وحش واحد حلو، لا، هنشيل المصطلح ده خالص النهارده من دماغنا. مفيش شخصية حلوة وشخصية وحشة، في شخصية هل أتوافق معها وشخصية لا أتوافق معها. الشخصية اللي أتوافق معها بنبتدي نكمل مع بعض، بنبتدي يبقى بينا من بعض علاقات، والشخصية التي لا أتوافق معها تبتدي نبعد عن بعض، ونبتدي كل واحد يبقى في اتجاه تاني. إحنا اللي بنقترح الأسماء للشخصيات، إحنا بنقترح أسماء الشخصيات. جميل، احنا نبتدي اي حاجة بابتسامة وبالتفاؤل. تمام، جميل جدا ان احنا نبتدي موضوعنا بابتسامة وبالتفاؤل. بعد كده نبتدي نتكلم مع بعض عن كل خطوة احنا بنعيشها، وكل خطوة احنا بنبتدي نمشي فيها في رحلتنا النهاردة داخل موضوع الشخصية وسمتها. من الحاجات الجميلة جدا اللي احنا لازم نبقى حاطينها في اعتبارنا، اعرف يعني ايه كلمة شخصية. لما ابتديت اشوف كان في احد الاساتذة الافاضل كاتب دلوقتي تعريف الشخصية، هما العلماء اللي بيتكلموا في موضوع الشخصية بيقول لك في اكتر من 40 مصطلح للشخصية. في اكتر من 40 مصطلح للشخصية، لكن مفيش مصطلح متفق عليه بصفة عامة. لكن هم جم في الآخر اتفقوا إن الشخصية بتتشكل، بالأربع حاجات اللي إحنا قلناهم، في بيتي أو في أسرتي، مدرستي، أصدقائي اللي بتعرف عليهم، بعد كده وسائل الميديا أو وسائل الإعلام. هشوف آراء حضراتكم جميلة يعني إيه كلمة شخصية. حضرتك بتقولي تعريف الشخصية والصوت، أستاذ إيمان. صفات الفرد تجعله فريدا مميزا عن الآخرين، سمات وعادات ينبع منها سلوك رائع جدا، ما يجعل الفرد منفردا عن غيره رائع جدا. كلام حضراتكم في منتهى الجمال ومنتهى الروعة. زي ما نقول كده احنا يعني انا حاولت اجمع حاجات قريبة من الكلام اللي قلناه، وان حضرتك تقريبا قلت بعض المصطلحات الموجودة فعلا. لما يجي نعرف الشخصية بيقول هي مجموعة من الصفات. الصفات دي نفسية، صفات جسدية، صفات وراثية، صفات مكتسبة. يا مرحب بيك يا حسن. تاني، مجموعة من الصفات، صفات نفسية، صفات جسدية،
تمام، رائع جدا. تمام، صفات موروثة وصفات مكتسبة. احنا طبعا عارفين ان احنا كلنا بنتأثر بحاجتين، صفات وراثية دي بتنتقل عن طريق علم الوراثة من الآباء للأبناء، وفي صفات مكتسبة بتنتقل من نتيجة سلوكياتنا ونتيجة ما نتعرف عليه أو نتقابل معه مع الآخرين أو نتيجة احتكاكنا مع البيئة المحيطة بنا. الصفات الوراثية والصفات المكتسبة هم بيعملوا في الآخر الشكل بتاع الشخصية بتاعتنا. حاجة تانية بيننا بيحصل فيها نوع من التكامل لكل الصفات أو لكل الأشياء اللي بتجمع الشخصية دي، خلاص، بحيث إن هذا التكامل بيكون بيديني في الآخر منظومة. المنظومة دي ببتدي أقول عنها الشخصية، يعني جمعت كل الصفات، كل الأشياء الموجودة في هذا الشخص، عملت منها منظومة سميتها الإيه؟ الشخصية. في ناس تانية قال لك هي مجموعة الكلي للأنماط السلوكية الظاهرة والكامنة، مجموعة للأنماط السلوكية الظاهرة والكامنة والمقررة بالوراثة والمحيط. زي ما قلناها في الأول، الوراثة بتنتقل من الآباء للأبناء، والمحيط يقصد بيها الصفات المكتسبة. يبقى احنا بنجمع صفات وراثية مع صفات مكتسبة، بيديني في الآخر الإيه؟ البيئة. يعني بيديني في الآخر الشخصية. الشخصية بتتكون عندنا برضو من، يعني نيجي نشوف الشخصية، لما تقول يعني إيه كلمة شخصية؟ كونتها إزاي؟ قال الشخصية فيها مجموعة من العناصر. العناصر دي بعتبرها دوافع، معتقدات، أفكار، مشاعر. تاني، دوافع، معتقدات، أفكار، مشاعر، قدرات. تاني، يبقى الشخصية فيها مجموعة من العناصر. هي مجموعة من الدوافع والعادات والأفكار والمشاعر والقدرات. مجموعة العناصر دي مع بعض برضو بتبقى مرتبطة بحاجتين، الصفات الوراثية والصفات الإيه؟ المكتسبة. تمام، في مشكلة كده. طبعا المعتقدات والأفكار بتاعته، هو إيه اعتقاداته عن حاجات معينة في حياته؟ نتيجة خبرات اكتسبها من البيئة. المشاعر بتاعته تقول على إنسان ده مشاعره صلبة أو إنسان ده مشاعره رقيقة. أكيد في مواقف معينة خلت دي مشاعر مرة تبقى صلبة مرة تبقى رقيقة. القدرات بتاعته، هل هو قادر أن يغير؟ قادر أن يتعامل مع الآخر؟ قادر أن يكتسب مهارات جديدة؟ أو ما عندهوش قدرة؟ تمام. فإذا كل الحاجات دي في الآخر بتديني الإيه؟ الشخصية. طبعا أول من واحد فكر أو عمل تقسيم للشخصية كان أبوكرات. أول واحد فكر أو عمل تقسيم للشخصية كان أبوكرات. بعد كده ابتدى في تقسيمات كتيرة، بس كان بيبقى ليها الأساس الأصلي. إحنا هناخد النهاردة حوالي، يعني عشان الوقت، هناخد حوالي 5 أنواع، وبعدين نبتدي نكمل في الشخصيات الإدارية. أول شخصية بنشوفها اللي إحنا بنسميها الشخصية الانطوائية. تاني أقول لحضراتكم المسميات دي بتاعتنا إحنا. يعني إيه شخص انطوائي؟ حد يقدر يقول لي صفات الشخص الانطوائي من وجهة نظركم؟ يعني إيه شخص منطوي؟ تمام، مرحبا بيك يا أستاذة خديجة. تمام، مش اجتماعي. تمام، يتجنب التعامل، غير متواصل، رائع جدا، كتوم، خجول، قليل الكلام، يحب الوحدة. صح، تمام، ملوش علاقة باللي بيحصل حواليه. تمام، عايش ليه فعلا عالمه، رائع جدا. فعلا هذا الشخص يتميز ببعض الصفات اللي حضراتكم تقريبا كلكم قلتوها. هو شخص بيفصل نفسه بإرادته عن المجتمع، إن هو واخد القرار ملوش دعوة بأي حد، عايز يعيش لوحده. وده بيرجع لأن هو غير قادر على التكيف مع المجتمع الموجود فيه، غير قادر. عشان كده بيبتدي يعمل لنفسه عالم جديد، عالم بتاعه هو بس بيعيش فيه، يبتدي يحلم فيه، أنا عايز أعمل فيه إيه. يبتدي دايما يبقى تركيزه على نفسه. تمام، عشان كده بيبقى عنده نوع من الاعتداد بنفسه شوية،
وفي نفس الوقت هذا الشخص الانطوائي لما تيجي تمسكه شغل مثلا معين يفضل ان يؤدي الشغل ده في مكان هادي بعيد عن الضوضاء، بعيد عن اي نوع من الصخب او نوع من الدوشة زي ما بنقولها. عشان كده ممكن تلاقيه مؤلف كويس جدا، لان المؤلف بيبقى ناجح جدا في المجال ده اللي بيحتاج الى نوع من الهدوء والايه والسكينة والعزلة. لو شخص بيعزل نفسه عاجز عن التأقلم بيعيش في العالم بتاعه، يعني بيعمل لنفسه عالم خاص بيه. تمام، احنا ناخد الشخصية التانية نسميها الشخصية المتحاشية. طيب يا ريت فعلا نحط 20، ده رائع. يعني برضو من وجهة نظر حضراتكم معنى كلمة شخصية متحاشية، أو هي الصفات التي تتميز بها الشخصية المتحاشية. معنى متحاشي إنه بيحاول يبعد أو بيخاف إنه يتعامل مع الناس. الانطوائي خد قرار إنه مش هيتعامل، لكن ده نفسه يتعامل بس خايف يتعامل. الشخص الانطوائي انت بتبتدي تقول له مش عايز حد يقول عليك كلمة وحشة، مش عايز حد يغير فكرته عنك، مش عايز حد يفقد الثقة فيك، فبيحاول بقدر الامكان انه يعيش المثالية قوي، فيبتدي يبقى بيتصرف بحذر. لكن الشخص المتحاشي هو عايز يتعامل بس لانه كان زمان يحس انه قاعد وسط الناس ممكن الناس تضحك عليه او الناس تسخر منه او الناس في شيء مش مفضل او شيء مش مرغوب في جسمه او في شكله او في طريقة كلامه، فده بيخليه خايف ان يتعامل مع الاخرين. تمام، فعلا كده. عشان كده الشخص المتحاشي هو شخص على عكس الانطوائي، هو واخد عايز يتعامل بس خايف، دايما عنده الاحساس ده انه شخص غير محبوب، شخص غير مرغوب فيه. لما بيجي يدخل مكان ولقى حد بيبص عليه يقول لك ده بيتكلم عليا، فيبتدي في حالة توتر وفي حالة قلق وفي حالة خوف. لما يلاقي فيه اتنين بيضحكوا يقول لك اه دول بيضحكوا عليا، دايما في حالة خوف من انه حتى يتكلم. اه الوسوسة فعلا، يتكلم مع الايه مع الاخرين. ما نقدرش نقول الشك صفة سيدة فيه، لكن هو بيشك في نفسه من معاملات الآخرين، لكن ما بيشكش في الآخرين. هو شايف الناس بتتكلم بيتكلموا عليا، طب أنا فيها إيه وحش؟ يبتدي يدور في نفسه، أه ده أنا فيها حاجة. ولما حط في دماغه إن في حاجة مش كويسة هتلاقي كله مش كويس. زي ما نقول كده موسوس. زي ما نقول كده إن هو عينيه انعكاس لأفكارك. حط إيه؟ شاف إيه؟ ابتدى يفكر في إيه؟ فابتدى بعد كده إيه؟ ياخد قرار انه يبقى بعيد عن الناس. القرار ده هو مش بارادته، غصب عنه، لان المشكله جواه مش في الاخرين. الانطوائي مش عايز يتعامل مع الاخرين لانه ابتدى يعيش في جانب مثالي، ابتدى يعيش في حياه كده جميله، خيال بيرسمه لنفسه. لكن ده عايز يتعامل بس خايف حد يجرحه، خايف حد يقول له طب انت مالك، ايه اللي دخلك في الموضوع، حد يقول له مثلا طب انت حد كان خد رايك في الكلام ده. يبتدي بقى الموضوع بالنسبه له يبقى ايه، خايف انه يتكلم. الخوف صفه كبيره فيه. عشان كده ممكن يكون هو اتربى على الخوف، او اتربى في وسط قاعده مع ناس يقولوا له ما تتكلمش عشان انت صغير، او ما تتكلمش لان ما حدش هيسمع لكلامك، او ما تتكلمش لان انت ما بتعرفش تتكلم كويس. بالتالي تبتدي الحاجات دي تكبر جواه. بالظبط، التحقير للشخصية فعلا بيبتدي يبقى عايش بكده. الشخص ده بيبقى في حالة يعني صراع كتير، عايز يعيش بس مش عارف. يبقى أنا يعني من وجهة نظري بعتبر إنه هو عكس الانطوائي إلى حد كبير. الاتنين مش عايزين يتعاملوا، بس واحد واخد قراره والتاني عايز بس خايف.
واحد اتربى انك انت انسان كويس ومحدش ياخد عنك فكره وحشه، فمش عايز حد يغير الفكره دي. واحد اتربى على انك انت ما تتكلمش لانك انت ما تعرفش تتكلم، او اسلوبك في الكلام مش مظبوط، او اسلوبك في الكلام مش طبيعي، او محدش بيفهم كلامك، فابتدي يدخل بقى في الايه؟ في الدوامه الثانيه. يعني احنا بصفه عامه مش عايز اخليها صفه سائده، بس ممكن يبقى الكلام فعلا منطقي. لكن في ناس كتير ما فيهاش العيوب الخلقيه، لكن بتمر بنفس المشاكل دي. نتيجه هو اتربى ازاي؟ بس في النص الاول البيئه هي عملت فيه ايه؟ تمام؟ قاعد في المدرسه وجه يتكلم، فراح المدرس ضحك التلاميذ عليه. فابتدى خلاص خد انطباع ان كل ما اقف الناس ايه؟ هتضحك عليا. او المدرس ابتدى يسخر منه قدام زمايله، فابتدى يبقى عنده الانطباع ده. ابتدوا الزمايل يتعاملوا معاه الكلمه دي، وفي نفس الوقت ابتدى بقى تكبر معاه، لا احنا بنتريق عليه، فيبتدي هو ايه؟ يتجنب انه يتعامل مع الاخرين. كل حاجه ليها جذور، ما نعيشه الان هو نتاج لافكارنا، وما نعيشه الان هو نتاج مما تربينا عليه او ما تعلمناه من الاخرين. انا في البيت كنت بتعامل ازاي، في المدرسه بتعامل ازاي، وعلى اساس البيت والمدرسه عرفت اختار اصدقائي ازاي، ونتيجه لكده ابتديت اختار ايه وسائل الميديا اللي تخليني اتعامل. الواحد يبتدي يبحث عن وسائل ميديا تديله معلومات تثري تفكيره، واحد يبحث عن وسائل ميديا حاجات وخلاص يقول لك اضيع بيها الوقت. تمام؟ فهي الفكره بتختلف، انا اتربيت ازاي؟ اتعلمت ايه؟ ايه البذره اللي اتزرعت فيا ولما اكبر ابتدت تطلعني؟ كتير، في كتير فعلا كده. مليان تخليه بقى شخص متحاشي، ما بتعرفش تختار، انت اختياراتك دايما غلط، كل اللي بتعمله مش مظبوط، كل اللي بتعمله ايه ده، ما بتعرفش تعمل حاجه لوحدك، لازم تيجي تاخد رايي الاول. ابتدي بقى يصبح شخص ما يعرفش يعمل حاجه الا اذا ابتدى ايه؟ يسال حد تاني. في مشكله كده؟ طيب في شخصيه ثالثه دي بنسميها الشخصيه النرجسيه. لان لو بيتكلم عن نفسه، من انت لتكون مثلي؟ الشخصيه النرجسيه، من انت لتكون مثلي؟ قبل ما اتكلم عن الشخصيه النرجسيه لازم حضراتكم اكيد عارفين الموضوع ده، في فرق كبير جدا بين الثقه بالنفس وبين الغرور. قد يكون الفرق ده احنا بنسميه شعره بين الاثنين، لكن في فرق بين الثقه بالنفس والغرور. الشخص الواثق من نفسه، واثق من كلماته، واثق من تعبيراته، يستطيع أن يتواصل بطريقة جيدة مع الآخر، وأهم من كده إنه بيحترم مشاعر الآخر، في مشاعر الآخر، يحترم رأي الآخر ويتفاوض أو يتحاور معه، لازم يقيم حوار. ده الشخص الواثق من نفسه. الشخص النرجسي أو الشخص المغرور فاقد نقطة الحوار مع الآخر. ليه؟ رأيي أنا بس، أنت ما تعرفش تتكلم، أنت ما بتعرفش تعمل اللي أنا بعمله، لأنه بيقول لك من أنت لتكون مثلي. الشخص ده معجب جدا بنفسه، هو ما بيسمعش إلا نفسه، ما بياخدش رأي إلا رأيي فقط، قادر إن هو يقدر يوظف الناس عشان تقضي اللي هو عايزه. يعني يقدر يتحكم في ناس معينة، والناس المعينة دي تقدر هي ايه؟ تخدم عليه، زي ما بنقولها كده بالبلدي. خلاص؟ لكن لما تيجي تتعامل مع الشخص ده معاملة بقى جدية، من بره بقى شايفه كده، هتتعامل معاه بقى من معاملة جدية، تلاقي الشخص ده شخص سطحي إلى حد كبير جدا. بنسميه كده عامل زي القشرة، هش، من بره جميل جدا لكن من جوه صعب جدا. أنا أحيانا بحب أشبهه زي القبر. القبر ممكن يبقى شكله من بره كويس لكن من جوه يبقى إيه؟
حاجات تاني خالص. معجب جدا بنفسه، ما بيشوفش إلا نفسه، ما بيسمعش إلا صوته، يعشق ذاته بجنون، أنا وبس. عشان كده لما يجي يتعامل مع الآخرين، يعني نقول كده نسميها مع بعض كده، يدوس على أي حاجة، يدوس على أي حد عشان يوصل اللي هو عايزه، لأن هو شايف إن هو إيه أفضل واحد إنه يحقق الحاجة دي. شايف إن مفيش حد تاني اللي لازم يكون مع الحاجة دي. جدا أناني بطريقة صعبة جدا، يعمل أي شيء عشان يوصل لهدفه حتى لو كان شيء غير أخلاقي، بس إنه يوصل لإيه؟ للهدف بتاعه أو يوصل للنقطة اللي هو عايزها. تمام؟ آه. الشخصية اللي جاية بقى دي شخصية جميلة جدا، نسيب حضراتكم برضه تكلميني عنها شوية. سميها الشخصية بنسميها البارانويد أو الشخصية المضطهدة. طبعا النرجسي ده برضه ممكن يكون اتربى على كده، أنت ابن فلان، أنت مفيش حد أحسن منك، أنت محدش يعرف يعمل اللي أنت بتعمله، أنت إنسان عبقري. يبتدي بقى ننفخ فيه ونديله ونديله، هو يبتدي يوصل ويعيش بكده دايما، يتعامل على أنا وبس، ينسى كلمة شخص آخر. لازم نحط دايما العبارة اللي إحنا قلناها مع بعض قبل كده، لازم دايما يبقى علاقتنا مع بعض أنا وأنت، مش يا أنا يا أنت. نقولها تاني، لازم تبقى علاقتنا ومعاملتنا مع بعض أنا وأنت، هنقدر نوصل، نقدر نعمل، خلاص مش يا أنا يا أنت. طبعا تبقى فيها عملية إيه؟ صراع كتير جدا. من الكلمات الجميلة جدا يقول لك عندما تتكاتف الأيادي تصنع الوقود. لازم دايما نعلم أولادنا وإحنا برضو نتعلم، حتى لو في أي حد فينا في الصفات دي، يحاول إنه بقدر الإمكان إنه يتغير. عملية التغيير دي سهلة جدا، لكن هي محتاجة إرادة، نسميها إرادة التغيير. طيب نرجع بقى للشخصية البارانويد أو الشخصية المضطهدة. ومش جنون اللي إحنا بنسميها بقى، اديله وضع أكبر من وضعه، يعني مش مجاملة، ده يعني بنسميها كده، بيدوله بقى حاجات مش بتاعته، صفات مش موجودة فيه، بس عمالين يكرموه ويدوله بقى بزيادة حاجات هو ما يستحقهاش. اه تمام، أنا آسف. ماشي، طيب نرجع بقى تاني لحضراتكم، تكلمونا عن الشخصية البارانويد أو الشخصية المضطهدة، إيه اللي ممكن نعرفه عنها؟ أو إيه اللي ممكن نقوله عن الشخصية المضطهدة؟ اتفضلوا. هو متخوف يرى كل الناس تنظر إليه بتاعت مين؟ الشخصية التانية اللي هي كانت إيه؟ المتحاشية. آه. حضرتك تقصدي يعني ايه شخصيتي ضعيفة؟ هو يعني شخصية ضعيفة؟ أستاذة سمية، كلمة شخصية ضعيفة تقصدي هو شخصية ضعيفة؟ اه جميلة جدا فعلا دي، كان أفكاره تنصب على أشياء في خيالاته. الشخصية دي اللي احنا بنسميها الشخصية المضطهدة أو الشخصية البارانويد، هو شخص أنا ممكن بسميه شخص إلى حد ما يكون عدواني، هو عايش إن الناس كلها بتكرهه، عايش على مبدأ إن الناس كلها بتضطهده، ونتيجة إن حاسس إن الناس بتكرهه والناس بتضطهده، يبتدي يتعامل بعدوانية أو بسلوك عدواني مع الناس، لأنه حاسس إن ممكن حد يأذيه في أي لحظة، حد هيضره في أي لحظة، نتيجة كده يقول لك يعني إن إحنا بنسميها عندنا مع بعض، مش عارف اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه، يبتدي بقى يفكر ازاي اضر الشخص ده او ازاي اعمل فيه موقف معين عشان ما يأذينيش.
يقول لك ممكن يزيد في اي لحظه. الشخص ده ما يعرفش يعني ايه مشاعر، ما يعرفش، ما بيحترمش مشاعر الاخر، ما بيقدرش مشاعر الاخر، ومن ان هو ياخد اللي عايزه، بمعنى ان هو يعمل اي شيء، ممكن يهين اللي قدامه، ممكن يطلب الشيء بنوع من ال يعني نوع من القسوة في الكلام، نوع من الكلمات الجارحة، المهم ان هو ياخد الايه؟ ياخد اللي هو عايزه. نتيجة كده الشخص ده ملوش أصدقاء، ودي بتعمل له مشكلة كمان. ملوش أصدقاء بس رغم كده إيه؟ بتعمل له مشكلة. يقول لك محدش بيحب يقعد معايا. محدش بيحب يتعامل معايا. يبقى الناس بتكرهني، يبقى أنا صح. طب أعمل إيه بقى؟ يبتدي أدافع عن نفسي مع الناس دي. أبتدي أرتب إن أنا دايماً أبان قدامهم إن أنا قوي. طب أبقى قوي إزاي؟ إن أنا أخبط ده، أو أأذي ده، أو أهين ده، أو آخد الحاجة اللي في إيده عشان كله يعمل لي حساب. دايماً في حالة توقع إن حد هيأذيه في أي لحظة. من الحاجات الخطيرة جداً إن هو يعني ما يعرفش يضحك، ما يعرفش يتكلم بكلام دعابة. ولو جيت انت تتكلم معاه الكلام ده عادي او تضحك، يبقى انت بتتريق عليا، يبقى انت بتحاول انك انت ضحكك ده فيه سخريه مني. يبقى نبتدي ندخل بقى الكلام ايه، طب انت قصدك ايه؟ ونرجع لحضرتك، فاكرين الكلمه اللي احنا قلناها؟ جدا متعصب، جدا جدا متطرف، جدا في كل شيء، متعصب الافكار وحاسس ان فكره هو الصح. ولو يعني عايز اقول برضه، لو هو مثلا في مكان معين ابتدى يطلب او يطرح فكره معينه ومحدش خد بيها، يبقى انتوا بتتامروا عليا، انتوا كلكم ضدي عشان ما تمشوش الفكره دي. وبالتالي يبتدي يعيش بقى في ايه؟ ان هو يحاول ان هو يعمل اي موقف غير ايجابي علشان يضر الاخرين، لان ما دام ما خدتوش برايي، ما خدتوش بفكرتي، يبقى انتوا ناس ما عندكمش اي نوع من الخير ناحيتي، علشان كده انا هاذيكم في الاول. بالظبط. احنا بنستخدم، بس بدل ما نستعمل كلمه السلبي هنغيرها ونخليها كلمه الغير ايجابي. عايزين نشيل كده اللي احنا قلناها مع بعض قبل كده، نشيل كلمه مشكله من حياتنا ونحولها لكلمه موقف، نشيل كلمه سلبي ونخليها غير ايجابي. لما تغير كلمه مشكله هيبقى في معنى جديد تقدر تتعامل بيه مع الموقف، ما يبقاش فيه الضغط الفكري اللي عليك. ولما نتكلم عن كلمة غير إيجابي دايما بيربطك بالإيجابي على طول، بتفكر في الشيء الإيجابي. الشخصية الجاية بقى، شخصية نسميها الشخصية الإيجابية. يعني إيه شخصية إيجابية؟ نقدر نتكلم عنه شوية؟ آراء حضراتكم ممتعة جدا ورائعة جدا، أنا بستفيد منها في حاجات كتيرة جدا فعلا. نتكلم حضراتكم يعني إيه كلمة شخصية إيجابية؟ وجودكم هو الأروع طبعا، وجودكم هو اللي بيدي للشيء معنى. متمركز الشخصية الإيجابية، لكن في حد كان متمركز حول ذاته عن الشخصية الإيجابية؟ أنا لقطتها بسرعة كده. في حد فعلا كتب كده ولا أنا؟ لا، هو مش متمركز حول ذاته، لا. دي أجمل حاجة فعلا، هو يتعامل مع الآخر ويقبل النقد، على عكس النرجسي. النرجسي ما تعرفش تتكلم معاه، ما تعرفش تنقده، لو جيت تنقده يبقى أنت بقيت عدوه. الشخص البارانويد أو المضطهد لو جيت تنقده يبقى إذا أنت كده هنقول لك كتبت نهايتك بإيدك معاه. لكن الشخص ده يتقبل الرأي والرأي الآخر، فعلا شخص متوازن، قدرة على تخطي المشكلات فعلا. رائع جدا.
اجتماعي شخصية متزنة فعلا. الميزة دي رائعة جدا فعلا، لأن بيقول لك يعني في حضرتك عارفين في البرمجة أن الشخص هو الأكثر مرونة والأكثر تحكم في الآخر أو في الآخرين. الشخص ده بالظبط بيبقى شخص هادي، شخص بشوش، ينظر إلى أي شيء يحدث إن كله للخير، يعني كل حاجة تحصل للخير، مفيش حاجة وحشة هتحصل. حتى لو موقف قدامه حصل معين يبتدي يقول لك لا في حاجة كويسة جاية من وراه. الشخص دائما متفائل. تمام. وحتى لما يجي يتكلم مع الآخرين وهيحصل أي موقف يقول له يعني ما تقلقش ما تخافش، في حاجات كويسة جاية، حاول إنك تستفيد من الموقف. شخص عقلاني إلى حد كبير جدا، بيحاول إن هو يمنطق الأمور، ما ياخدش قرارات بسرعة. شخص يكتسب حب الآخرين بسرعة وبسهولة. ليه؟ لأنه قادر على إقامة حوار مع الآخرين. تمام؟ وزي ما حضراتكم قلتوا بيتقبل النقد فعلا، بيتقبل النقد ويسمع كويس جدا للشخص الآخر، ودي أهم نقطة فيه، إنه شخص مستمع جدا جيد جدا للآخرين، يستطيع بسرعة وبسهولة أن يكتسب الإيه؟ الآخرين. شخص إلى حد كبير منظم فعلا، حيوي متحمس. تمام. ده قدرته عالية جدا فعلا على التواصل مع الآخرين. فعلا دايما بيشعر بالسلام، ومش عايز اقول لحضرتك ممكن يشعر بالامان وسط وجود مجموعه من احبائه حواليه وخصوصا اسرته. وبالتالي الشخص ده في اي مكان بيبقى متواجد فيه يشعر الاخرون معه بالامان، ويشعر الاخرون معه ايضا ان هو شخص مصدر للطاقه ليهم. مش بس كده، كمان مصدر ان يديهم التفاؤل، ومصدر الشريحه قدامنا، مصدر ان يديهم التفاؤل، مصدر ان هو يديهم الثقة، مصدر ان يديهم التحفيز فعلا. طبعا شخص فعال فعلا. لا هو مش فكرة سبب، مفيش انسان كامل طبعا، لكن الفكرة ان الشخص ده يعني مفيش مش بيعيش القلق، ما عندوش خوف من حاجة، عارف إن كل حاجة هتحصل أو كل حاجة بتحصل وراها خير بعد كده، فدايما عايش متفائل. تمام. بالتالي يعني زي ما قلت لحضرات وإحنا قلنا دلوقتي، طبعا بنسميه شخصية يعني إلى حد ما تشاع الأمان للآخرين. شخص بيشعر إن حواليه إن هما إيه؟ مرتاحين، شخص إيجابي، فبالتالي بيديهم الطاقة الإيجابية. نحن كده أحيانا تبقى موجود في مكان وتشعر بالراحة لما تكون تجلس مع شخص معين أو تتكلم معه، وفي شخص آخر تشعر إنك أنت غير مرتاح ليه، نتيجة إن الشخص الأول ده اللي أنت بتشعر معاه بالراحة بيخرج طاقة إيجابية، فالطاقة الإيجابية انعكست عليك فأصبحت أنت أيضا يعني تنجذب إلى الإيجابية بتاعتك، على عكس الشخص الذي يشع الطاقة السلبية أو يشع الطاقة الغير إيجابية، وبيخليك انت في حالة عدم راحة، فتبقى عايز تسيب المكان وتمشي. الأماكن أنت بتدخلها بتشعر براحة نفسية جميلة جدا في المكان، وأماكن تاني وأشخاص تانيين بتقعد معاهم أو تدخل عندهم تشعر باضطراب وتشعر بقلق وبعدم راحة، وبالتالي بتشعر بأنك أنت شخص قاعد في مكان أنت بتقول ده مش مكاني، مش عايزه، عايز أسيبه وأمشي. الشخص الإيجابي ده شخص مخطط جيد جدا، يعني في خطط حياته هيعمل فيها إيه؟ يعرف يقيم الأمور اللي حواليه كويس جدا،
بيعرف يتعامل بطريقة جميلة جدا مع الآخر. مخطط جيد جدا فعلا. في شخصية كمان اللي احنا بنسميها طبعا السليم، التفكير العلمي رائع. تمام، في أي تعليقات تاني على الشخصية الإيجابية؟ برضه لو بصينا على الشخصية الإيجابية، هو اتربى كده، ابتدى يسمع كده، كل حاجة بتحصل كويسة، كل حاجة من حوالينا في حاجة نستفيد منها بعد كده، حتى في أخطائنا أتعلم إيه من الخطأ، مش أقعد أبكي على الخطأ. عشان كده الشخص ده لما مر بتجربة ما يقعدش زي ما أحيانا في ناس بتعمل يبكي على الموقف، لا يقعد يعمل بسرعة يراجع حساباته، إيه اللي خلاني وصلت للنقطة دي؟ ابتدي يراجع نفسه، في عندي أخطاء واحد اتنين تلاتة، ابتدي أحولها لنقاط إيجابية، وبالتالي يبتدي يغير من نفسه سريعا. فعلا مبادرة في كل شيء، مبادرة حتى إنه ممكن يكون، ممكن أسميه شخص قائد، لأنه يعني بيشع طاقة، والطاقة دي بتخلي الآخرين يدوله سلطات إن هو ممكن يحركهم عن رضا، عن اقتناع، لأن الشخص ده ابتدى يبث أو يشاع فيهم روح جميلة جدا، اللي هي روح الإيه؟ الطاقة الإيجابية اللي بتحولها إلى حماس، إلى ابتكار، إلى تقبل الرأي والرأي الآخر، فتبتدي بقى الأمور كلها في حالة إيه؟ ترابط مع بعض. في شخصية كمان نسميها الشخصية الانبساطية. الشخصية الإيه؟ الانبساطية. الشخص ده رائع جدا ولذيذ جدا. شخص ما يعرفش يعني إيه نظام. حضرتكم عارفينه؟ مجرد أسمع برضه آراء حضراتكم وبعدين أكمل عنه. اتفضل. شخص انبساطي، أو ممكن نسميه الشخص الهوائي. اتفضل حضرتك، ايه ده مزاجي فعلا؟ فعلا احنا بنقول الشخص ده شخص غير منظم، ما يعرفش يعني مهمل فعلا، ما يعرفش يلتزم بالمواعيد، ما عندوش، يقول لك يجي لك الساعة 5، ممكن يجي لك 5 بعديها 12 ساعة مثلا. انت لو مشيت معاه مشوار، المشوار ده ماشي ياخد 10 دقايق مشي، لو مشيت معاه تاخد 3 ساعات. طبعا الشخص الفوضوي دي رائعة جدا فيه، يعني ممكن يحط البنطلون بتاعه مثلا فوق الدولاب وهو ينام جوه الدولاب، مش هتفرق معاه أي حاجة، يلبس أي حاجة وينزل بيها، ما يهتمش بمظهره أبدا، لكن هو بيهمه شيء واحد بس، إن هو يرضي الجميع، ما يحبش يزعل حد أبدا منه، عايز يعمل أي حاجة عشان تبقى الناس إيه؟ مبسوطة منه. هو مش قليل إحساس، هو بالعكس هو عايز يرضي الناس كلها حتى على حساب نفسه، مش عايز حد يقول عنه كلمة وحشة، وفي نفس الوقت يتضايق جدا، يتضايق جدا لو لقى الناس ابتدت تبعد عنه وتروح لحد تاني، يبتدي بسرعة يعمل أي شيء عشان يرجع الناس ليه. هي ممكن تبقى ليه مشكلة مع بيته، إنه ممكن يهمل في بيته خالص في مقابل إن هو يبقى مع الناس بره رقم واحد، ما يحبش حد يقول عنه كلمة وحشة أبدا، أو حد يسيبه، أو حد يقول لك مثلا لا أنا خلاص مش عايز أتعامل معاه تاني، تفرق معاه أوي، عشان كده بيجي على نفسه كتير ويعمل حاجات هو ممكن مش عايز يعملها، بس في مقابل إن هو يرضي الإيه؟ الآخرين. في نقطة مهمة جدا في هذا الإنسان، إن هو ممكن متسارع في كلامه، ونتيجة تسرعه في كلامه نتيجة تسرعه في كلامه بيغلط كتير، ولما بيغلط كتير بيعتذر كتير، بس ده ما عندوش خالص يعني يمكن متعاطي يعني كتير طبعا. رغم كده هو شخص محبوب من الناس، طيب القلب طبعا، من بيدخل أي مكان بيحاول المكان ده إلى مكان فيه فرح وفيه ضحك وفيه نوع من الفرفشة زي ما بنقولها،
ما يحبش يشوف حد قاعد زعلان، لازم يقعد يناقش في ده ويناقش في ده، فيبتدي دايما فيبتدي دايما يبقى ليه علاقة مع الكل. بالظبط، يحل ان كان في بهجة فعلا، لكن هو بالنسبة لنفسه ما بيعرفش ياخد قرار بتفكير، ياخد القرار بسرعة، بيطلع كلمات بسرعة ويرجع في الآخر يقول لك ده أنا لخبطت أو أنا عكيت، فيبتدي يراجع نفسه مرة تاني، ما يعرفش الجدية أصلا، ما عندوش يعني كلمة الجدية دي مش عنده خالص، مش القابوس بتاعه. تمام، هو دايما يحب يضحك، يحب يمزح، ما فيش حاجة خليه زعلان، ما يعرفش عن ايه يزعل، الا حاجه واحده اللي احنا قلناها، ان هو لو حس الناس ابتدت تبعد عنه، دي بتعمل له لخبطه شديده جدا. ممكن يكون اتربى على كده ممكن يكون فعلا اتربى على كده، ان شاف في البيت نفس الوضع، اب ممكن الى حد ما او ام الى حد ما تمييز الفوضويه، مفيش حاجه جديه في حياتهم، ابتدى هو يتربى عليه، وبالتالي يبتدي يطلع فيه نفس الايه؟ الفكر. هو طبعا خفيف الظل جدا، وزي ما حضرتك بتقول يعني احسن واحد يحكي لك نكت، واحسن واحد تحب تسمع منه النكته وتضحك على طريقه القائه للنكته، مش النكته مثلا، ممكن تبقى النكته بايخه، لكن هو طريقه القائه للنكته تخليك انت تضحك على طريقه الالقاء بتاعته. عندنا بعد كده الشخصيه الاعتماديه. يعني ايه شخصية اعتمادية؟ اصلا برضه وراء حضراتكم جميلة كسول فعلا، دي نقطة مهمة جدا، مش باثق في نفسه خالص. قصدي حضرتك اتعلم عن طريق المحاضرة والخطأ، اللي بيتعلم من أخطائه، يعني هو دايما ينقل اللوم على غيره، لكن لو عايز يتعلم عن طريق المحاضرة والخطأ، قصدي حضرتك منها ايه؟ لكن يعني هو مش عايز اقول، هو مستني حد يوجهه، مش هيقول له اتعلم ايه، يقول له لا اللي انت بتعمله ده غلط واللي انت المفروض تعمله ده كان صح، مستني دايما واحد يعني الريموت بتاعه في واحد تاني. فعلا الشخص ده شخص لا يجيد اتخاذ اي قرار بنفسه، ولكن يلجأ لاحد يتخذ له القرار، ما يعرفش ياخد قراره بنفسه، لكن يروح لواحد يقول له طب اعمل ايه؟ انصحني، اديني، ما يعرفش يفكر لوحده، لازم حد تاني يفكر له، لازم حد تاني ايه؟ يفكر له. وبالتالي ان ايه؟ شخص لا يعرف معنى كلمة مسؤولية، ما يعرفش يتحمل المسؤولية، يعتمد على الآخرين كتير جدا. زي ما حضرتك قلت، شخص ليس له ثقة في نفسه، تمام، ما يعرفش يشتغل لوحده، تيجي تقول له طب انا هخليك تعمل الموضوع ده لوحدك، يبتدي يضطرب، يخاف، لا انا عايز يبقى حد معايا، وعايز حد معايا ليه؟ علشان لو اخطأ هيقول لك ما هو ده اللي كان معايا، هو اللي كان بيقول اعمل، هو كان بيديني الامر وانا بنفذ. ما عندوش فكرة المبادرة، ما يعرفش يبادر بالفكر، ما عندوش بنسميها كده الابداع في الافكار، ما يعرفش الكلام ده كله. لكن هي الفكره ان مستني واحد يفكر له، مستني واحد يقول له اعمل ايه، ولو لقى ما فيش حد حواليه يعرفه ياخد قرار او ينصحه بنصيحه معينه، ابتدي يدخل بقى في مراحل الاكتئاب، مراحل القلق، مراحل الخوف، يبقى انسان متوتر، ابتدى يدخل في حاجات كتيره جدا تبقى صعبه جدا عليه. عشان كده الشخص ده هو كان بيتربى على كده فعلا. اتربى ازاي؟ ما تعملش الحاجه لما ترجع لماما او بابا تساله، او انت عملت الحاجه دي من غير ما تسالنا او تسال حد كبير، يبقى انت تصرفك غلط. انت تفضل طول عمرك صغير معانا، عشان كده ما تاخدش القرار الا لما ترجع لنا. ابتدي هو يكبر على كده ويتعامل
ويتعامل على الايه المبدأ ده. دي نقطة مهمة جدا في الشخص الايه الشخص اللي هو مش هو بخوف، هو عايش الخوف فعلا، عايش الخوف فعلا. ما يعرفش ياخد قرار فعلا، ما عندوش الكفاءة انه يفكر. اتعلم ان حد يفكر له، اتعلم ان حد ينصحه، حد يقول له، لوحده ما يعرفش. في نهاية الجزء ده، ما حاولش يكون الموضوع كتير قوي عشان ما اكونش مثقل عليكم في عدد الشخصيات، لكن حاولت اخد انواع يمكن احنا معظمنا بنتعامل معاها، لكن في ثلاث كلمات مهمين جدا لأي واحد فينا. شخصيتك لازم نعرفها، بعد ما تعرفها اقبلها، بعد ما تقبلها اعمل على تغييرها أو اعمل على تطويرها. تمام؟ ده بالنسبة لنا الجزء بتاع الشخصية. لازم أعرف نفسي كويس، ولما أعرف نفسي أقبل نفسي. ودي نقطة مهمة جدا، أنك تقبل نفسك، تتحاور مع نفسك، ترضى عن نفسك، ثم بعد هذا تبتدي ترى أو تحدد ما هي النقاط الغير إيجابية، وتبتدي تضعها زي كده، تعمل لها جدول أنا أقدر أطورها وأبتدي أغيرها في تصل للشخصية المتكاملة. مش الكاملة، الكاملة دي كمان لله، لكن بتكلم عن الشخصية الإيه؟ المتكاملة. احنا هنقول سؤال ونشوف حضراتكم هتجاوبوني عنه ازاي، بعدين نبتدي ندخل بقى في الجزء اللي هو الشخصيات الإدارية. ازاي تكون شخص محبوب؟ ايه النقط الأساسية اللي تخلي أي شخص فينا يكون شخص محبوب؟ السعادة، ربنا حضرتك معانا بينا سعادة يا أستاذ نعال. احنا جمعناهم تقريبا في حوالي 6 نقط او 7 نقط، حضرت تقريبا قلتهم كلهم. اول حاجة فعلا لازم يكون الشخص ده يتميز بالابتسامة. الابتسامة شيء جميل جدا، زي ما نقول كده ان الابتسامة هي طريق قصير جدا يصل القلوب ببعضها. النقطة الثانية في هذا الانسان انه يحترم مشاعر الاخرين، زي ما حضرتك قلت انه بيستطيع ان يتواصل معهم. طبعا يحترم مشاعر الاخرين، يستطيع ان يتواصل معهم. الحاجه الجميله جدا في تكون شخص محبوب انك دائما تتعامل مع الاخر وتنظر الى النقاط الايجابيه فيه، وتحاول ان تمتدح النقاط الايجابيه وتتعامل معه على النقاط الإيجابية. يعني أنا أفتكر مرة كنت في برضه بتكلم في موضوع عن إرشاد أسري، وكانت محاضرة مش كانتش أونلاين، كانت قدام الجمهور. فأنا كان خليت كل زوجين قاعدين مع بعض، وقلت كل واحد يكتب الصفات الإيجابية التي يراها في الطرف الآخر، حتى لو تكتب حاجة واحدة بس. ابتدى كل واحد يكتب، ابتدى يكتب نقطة، نقطة تانية ابتدت تجيب نقطة، وبعد كده قلت لهم بدلوا مع بعض ما كتبتوه من صفات إيجابية. كان ليها واقع جميل جدا بين الأزواج، فده كل طرف ينظر إلى الآخر، أنا شايف فيك حاجات جميلة وحاجات كويسة، لازم إحنا نتعامل مع بعض على النقاط الإيجابية. دايما نتعلم إحنا ننظر إلى الدنيا أو إلى العالم أو إلى ما حولنا بعين تتميز برؤية كل شيء جميل، كل شيء رائع، وفي نفس الوقت تنقل هذه النقاط الإيجابية للآخرين. حتى لو شفت شيء غير إيجابي، حاول إنك أنت بطريقة أو بأخرى ترى فيه شيء جميل وتحوله أنت إلى شيء إيجابي. طبيعي. فعلا دي انا اكمل مع حضرتك، هاخد كلمه المعطاء وهستاذن حضرتك هبدل فيها كلمه تاني، انك انت تكون مستمع جيد للاخرين.
تعطي الآخرين لأنك تستمع لهم. في ناس كتير محتاجة أوي أوي إنك أنت تقعد وتسمع لهم. في ناس كتير محتاجة إن حد يسمعها، مش محتاج إنك تقول له نصيحة، مش محتاج إنك أنت تتعاطف معاه، مجرد إنه محتاج إنك أنت تسمعه، مش أكتر من كده. النقطة المهمة إنك تتعامل مع الآخرين لازم تحفظ أسمائهم. لازم تحفظ أسماء الآخرين وتتكلم معاهم بأسمائهم. ولازم تكون شخص مرن. يعني إيه شخص مرن؟ شخص تقدر أي موقف من الآخر، تلتمس العذر للآخر، وعندما تلتمس العذر للآخر تستطيع أن ترى النقاط الإيجابية فيتغير الفكر إلى فكر أفضل، أو تتغير الصورة إلى صورة أجمل، ويكون الوضع في تطور إلى الأحسن بصفة مستمرة. نقطة جميلة كمان إنك تكون مع الآخرين شفاف، يعني ما يحسوش إنك أنت زي ما بنقولها مع بعض كده بيلاوع في الكلام، أو هو بيلف ويدور في الكلام. لا، معروف الكلام بتكلم مع الإنسان ده، لا، كلام صادق. ما خلاص هو قال الكلمة دي، وأنا ما الشخص ده أنا واثق في كلامه كده، لأنه ما بيعرفش يلف ويدور، ما عندهوش زي ما نقول كده لون الرمادي، يا أبيض يا إيه، هو دايما ينظر إلى الأبيض ويحاول إن هو إيه يجدده ويطوره. نتيجة ندخل بقى في مجال العمل، زي نتكلم مع بعض ازاي انا بديت اعرف الشخصية، او اتكلم عن شخصيتي انا عرفتها، ابتديت اتقبل نفسي. دي نقطة مهمة جدا، يقول لك كده تتصالح مع نفسك. دي نقطة مهمة جدا في حياتنا وفي علاقاتنا، تتصالح مع نفسك، تتقبل نفسك، بعد كده تعمل على تطوير نفسك، على تغيير نفسك للأفضل. صدق تماما، لما أنت بتفكر في تطوير نفسك أو إنك تكون الأفضل، هتلاقي المواضيع دي بقت قدامك سهلة جدا، إنك أنت تفكر في الخير لنفسك، وده هتلاقي العملية بتاعت قانون الجذب. تفكر في شيء جيد فتجذب إليك الأشياء الجيدة، وعلى العكس تماما. من وجهة نظر حضراتكم في مجال العمل، في مجال الوظيفة، احنا بنتعامل مع انواع من المديرين. انا ممكن لا اتقبل المدير، ممكن ارفض هذا المدير، ممكن اقارن بين المدير الحالي والمدير السابق، لكن كلنا في الاخر بنتفق ان المدير ده انسان، والانسان ايضا له صفات معينة، قد اقبل رأيه او قد لا اقبل رأيه، ولكن في الاخر لو أنا شخص مرن، علي في الأول والآخر إن أنا أحترم ما يقال من المدير، وبعد كده بطريقتي أو بطريقة أخرى أتواصل معه عشان أوصل له الرأي الصحيح. تمام؟ أنا من وجهة نظر حضراتكم دلوقتي عايز أعرف إيه أنواع المديرين اللي إحنا ممكن نحتك بيهم أو نتعامل معهم؟ إيه أنواع المديرين اللي إحنا ممكن نحتك بيهم أو نتعامل معهم؟ دايما نخلي قدامنا دي العبارة الجميلة دي، إن أرفض السلوك ولا ترفض الشخص. دي نقطة مهمة جدا، أرفض السلوك ولا ترفض الشخص. مشكلتنا إن إحنا بنخلط بين ما يحدث من تصرفات وما نربطه أو نلقيه أو نعكسه على الشخص نفسه، فبيتم الخلط ده، فابتدي انا احصل نوع من الايه؟ التنافر بيني وبين الايه؟ المدير. تمام؟ يلا اشوف بقى كلام حضراتكم جميل، ايه انواع المديرين اللي احنا ممكن نتعامل معاهم؟ ديمقراطي، متسلط، رائع، ديكتاتور، مسيطر،
القائد فوضوي. رائع جدا، انبساطي فعلا، جميل، متفائل، إيجابي، متسلط، رائع جدا. إحنا جمعناهم تقريبا في حوالي 5 أو 6 أنواع. هنبتدي بأول نوع مع بعض، إحنا سميناه المدير، المدير العميد. المدير العميد، المدير العميد عايز يعرف الناس اللي حواليه انا اللي عايز اوصله لكم هو اللي هوصله، اللي انا شايفه صح انتوا هتعملوه. لا يقبل النقاش ابدا، دايما عنده ثقة كبيرة جدا في نفسه، يرفض ان اي حد تمام، يرفض ان اي حد يقاطعه او اي حد يوجه اليه اللوم، واخد قراره بحاجة معينة، وفي نفس الوقت ما بحبش النقاش. طيب اتعامل مع الشخص ده ازاي؟ مع الشخص العميد او المدير العميد. انت فعلا مع بعض التسميات دي احنا اللي سميناها، لكن في نتيجة انطباعات عن معاملتنا عن معاملتنا معاه. اولا بلاش ان هو ما ياخد قرار او يعمل موقف معين يبتدي يقف قدام الناس التانيين واهاجمه او اتكلم معاه. كده بقى انت بتهاجمه وبتقلل من هيبته قدام الاخرين، فيعند اكتر وممكن يتصرف بطريقه تحرجك انت اكتر. لكن عليك انك انت تختار الوقت اللي تبتدي تتكلم معاه، تبتدي تناقشه. بالوقت ده انت تقدر تشوف انت هيبقى هادي انت مناسب انت، يعني زي ما قلنا كده اختار الوقت المناسب عشان تقدر تتعامل معاه. ولما حتى لما تيجي تتناقش معاه حاول تختار الاسلوب في الكلمات. ما تبتديش معاه انك انت غلطت في موقف معين او انت عملت الطريقه دي خلت الناس تزعل منك، يقول لك ما حد يهمنيش. تمام. لكن تبتدي يبقى كده تقدم له الفكرة أو وجهة النظر بتاعتك بأسلوب كويس، بأسلوب توصل له الرسالة خلاص مغلفة، توصل له بطريقة أحسن. بنسميها كده طريقة الهمبرجر، يعني ساندوتش الهمبرجر يبقى الساندوتش مقسوم نصين من فوق، تحط الإيه؟ الهمبرجر من جوه. نفس الفكرة، حط له كلام كويس في الأول وفي الآخر، وفي النص دخل له الرسالة اللي أنت عايزها. امتدح فيه حاجات كويسة في البداية، بعدين يديله رسالة في النص، بعدين يكمل المدح. هو تركيزه يبقى على المدح أكتر، يبتدي يشوف بعد كده الرسالة هتوصل له بكلمات مدح، يبتدي هو يتقبل رأيك في الوضع ده. تمام؟ ما بيحبش المجاملة، لكن بيحب إنك أنت دايماً تكون شخص ما بتقفش تعامله في أموره، ما تعاملهوش في قراراته. تمام كده؟ فعلا شكرا. فعلا هو مش شرط مدح، هو كلمات، هي مدح طبعا ده شيء يعني في الاول، لكن كلمات تستطيع انك انت تمتص من داخله من غضب او تمتص من داخله من قرار مش هيرجع عنه، بكلمات كويسه هتبتدي انت تقدر تغير عنه، تدخله الرسالة اللي أنت عايزها في النص كده، أنت تبتدي تستطيع إنك أنت تغير من الفكرة بتاعتك. في بعد كده مدير تاني إحنا بنسميه المدير المسوف أو كثير التسويف أو المدير اللي بيأجل. تمام؟ طيب أشوف رأي حضراتكم، يعني إيه كلمة مدير بيأجل أو مدير بيسوف؟ مش عايز ياخد قرار، بيخاف ياخد القرار، او كل شويه نكتب سيبني شويه، مراوغ بطريقه كبيره جدا فعلا،
معرقل مفيش حاجة بتتم فعلا. على كثير التأجيل مصلحش فعلا. نعمل كلمة بعدين على لساني. تروح في أي طلب يقول لك طب بعدين، طب مدي لي الورقة دي طب بعدين، أنا مش فاضي دلوقتي بعدين بكلمني. فتلاقي كلمة بعدين دي كلمة جميلة جدا هو بيستعملها على طول. دايما كثير الحاجة يتحجج لك بأي حاجة عشان تقول له طب إيه رأيك نعمل الحاجة دي؟ يعني يلتمس الاعتذارات أو الأعذار كتير عشان يأجل القرار اللي هو عايزه. طبعا ما يعرفش الالتزام ده خالص ولا بيعمل أي حاجة. قعد علينا بكرة. ده أنا ولا المدير؟ أنا قعد عليك بكرة يعني ولا المدير؟ طب ازاي اتعامل، ازاي اتعامل مع الشخص ده؟ الشخص ده يعني محتاج انك انت تبقى حازم معاه، لو ما خدتش قرار في الموضوع ده، الموضوع ده ما يستحملش التأجيل، ما يستحملش انك انت تأجل فيه، ما يستحملش انك انت تسوق في الموضوع فيه. لازم تبقى دبلوماسي في المعاملة معاه، يعني لو ضغطت عليه اكتر هيهرب منك. لا هيهرب، مش هتعرف. الضغط عليه بيخليه يزيد في الاعذار، لكن بيحتاج الى نوع من نسميه كده انك تلح عليه كتير، في نفس الوقت تبين له قيمه الموضوع ده، لازم ياخد فيه قرار، ولو ما اخدش قرار ده الموضوع ده ممكن يتصاعد ويوصل لمستويات اعلى، فيبقى فيه ضرر ليك انت. هو يبتدي يخاف من النقطه دي، فيبتدي ايه؟ يقول لك طب نعمل ايه؟ نتصرف ازاي؟ ناخد قرار ازاي؟ اه بالظبط. يبتدي بعد كده ايه؟ غصب عنه ياخد الايه؟ القرار. تمام؟ لو مش هيفهم يعني ايه كلمة أهمية وقت، لكن هيفهم انك انت لو ما خدتش القرار النهارده ممكن الموضوع ده يتصاعد الى جهة أعلى، الى المدير الاعلى ليك او الى المسؤول الاعلى عنك، يعرف انك انت ما عرفتش تاخد فيه قرار، هيبقى ليك انت الضرر. تمام؟ هو بيخاف على نفسه اكتر ما يخاف على المؤسسه كمان. المؤسسه مش هتهمه، المؤسسه مش هتهمه، لكن هو بيهمه نفسه. بالتالي لما تيجي تقول له المؤسسه بتاعي يقول لك مش مشكلتي، لكن لو الموضوع وصل للجهه اعلى منك ومعرفتش تاخد فيه قرار وتقول لهم هو ما خدش قرار، وبالتالي ابتدت الناس تشتكي، الموضوع ده هيضرك انت. اول ما تقوله هيضرك انت او يزيك انت، يبتدي هو ايه؟ يلغي بقى كلمة التسويف دي ويتعامل بطريقة تانية. تمام؟ اكيد بتكون طبعا دبلوماسية فعلا، وبيكون فعلا الوقت عدى احيانا، واحيانا لو في انسان بيحب المكان وخايف عليه بيبتدي بالكلمات اللي احنا قلناها من شوية، يبتدي يخليه يتحرك وياخد الايه؟ القرار. او يصعد الموضوع بعد كده بيها اعلى وهم يتصرفوا معاه. في مدير تاني احنا بنسميه المدير ده كثير النرفزه او مدير عصبي. يتعامل دايما بصفه ايه؟ عصبي. تعالوا شوفوا كده بالظبط. ايه اللي تعرف نعرفه عنه؟ اراء حضراتكم جميله ممتعه. دي نقطة أساسية طبعا. تمام. الفكرة الأساسية إن الشخص ده بيبقى دايما عايش في ضغط، عايش دايما في ضغط. ممكن يكون عنده مشاكل أسرية، مشاكل خاصة حملة له ضغط، مشاكل في المؤسسة أو المنظمة اللي بيعمل فيها عامل له ضغط. فالضغط ده بيخليه دايما في حالة توتر، والتوتر دايما بيخليه في حالة عصبية أو يعني عارف كده، تقول لك ده عامل زي النار محدش قادر يقربه.
احنا ممكن نخرجه من الموضوع ده بسهولة، انك انت تقول نغير المكان، نطلع بره المكان شوية، نبتدي نغير المود اللي انت فيه، فيبتدي يهدى فتقدر تتعامل ايه؟ تتعامل معاه. لكن انت في مجال العمل حاول انك انت تتجنب انك تتعامل معه وهو غضبان، تمام؟ او تتجنب ان تفعل شيء قد يثير غضبه بعد كده، لان في كثير السباق كثير، يعني عايز اقول ممكن نستعمل كلمات جارحه احيانا ممكن يندم عنها بعد كده، لكن هو في نفس الوقت اللي بيتكلم فيه بيبقى يعني بيدي كلام صعب جدا، سبيه كلام زي الرصاص. هو غضبان، انت ما تبقاش غضبان قدامه، هو بيتنرفز، انت ما تبقاش قدامه بيتنرفز. زي ما بيقول كده غاندي، اذا قابلنا الاساءة بالاساءة فمتى تنتهي الاساءة؟ اذا قابلنا الاساءة بالاساءة فمتى تنتهي الاساءة؟ لكن هو تلاقيه غضبان جدا، ابتدي انت امتص غضبه. تمام؟ شوف دايما كلماته، شوف اسلوبه في الكلام، وحاول انك تتكلم معاه باسلوب هادي الى حد ما. فهدوءك هينعكس عليه، هيخليه هو حتى بعد كده ايه؟ يمتص الغضب. وانا اتذكر كلمه جميله جدا كان قالها غاندي، قال لك اذا كنت على حق او على صواب فانك تستطيع ان تتحكم في مشاعرك وانفعالاتك، اذا كنت على خطأ فانك تستخدم او تنتقي الكلمات الجارحه لتثبت بها نفسك او تثبت بها ذاتك. طبيب بيبقى عايش في ضغط، وعايز اقول في قلق من حضراتكم، ضغط من حته وقلق برضه بيأثر عليه، فالاتنين مع بعض بيخلوه في حاله كل شويه ايه اللي هيحصل. في ناس ممكن معاه في المؤسسه او معاه في المكان العمل ده تحاول ان هي تعمل برضه ما يثير غضبه. تمام؟ في ناس هوايتها كده، طب انا ما دام هو بيديها الحاجه دي بدايه وهعملها، فتخلي الغضب يزيد اكتر، والنتيجه كده تبتدي الموضوع يبقى ايه؟ يتضاعف ويزيد ايه؟ يزيد اكتر. عشان كده لازم انت لما تعرف شخص قدامك او مدير قدامك شخص كثير الغضب، بقدر الامكان حاول انت انك تتغلب على غضبه بهدوءك، وحاول انك انت تمتص الغضب بكلمات طيبه، زي ما بيقول كده ان الكلمه الطيبه ايه؟ صدقة. تمام. طيب في مدير جميل جدا حضرتك قلت عنه، وهنسميه المدير الديمقراطي. المدير الايه؟ الديمقراطي. نقدر نتكلم عنه بقى. ده اللي هيضطر الموضوع شوية بعد العصبي. جميلة جدا الكلمة دي فعلا، مبدع. هو المدير ده بيسموه العملة النادرة. بيسموه عملة نادرة فعلا، لأنه دائما ده فعلا نقطة مهمة جدا، بيحب يسمع الكل ويستشير الكل ويحاورهم فعلا، ما فيش حاجة اسمها ياخد قرار منفرد، لا يعني يتحاور مع الجميع، في الآخر يبتدي هو يضع إيه؟ الخطوط العريضة للعمل. أنا لازم أحترم المدير ده كويس جدا، أتحمل المسؤولية معاه، ما احاولش ان انا اكون عائق ليه في اي حاجه، احترم القرارات اللي بياخدها، بس نخلي بالنا نقطه مهمه جدا احنا نتعامل معاه، ان احنا ما نبقاش فيه نوع من النفاق او ان انا استنصح عليه، هيلقطها على طول ويفهمها، هيلقطها ويفهمها على طول، لكن انت بتناقضه او بتستنصح عليه وبالتالي يبتدي يبقى ايه؟ في رد فعل تاني. لكن هو المدير ده يتعامل مع الجميع،
يعني مثالين، مثال الأفضل للتواصل الحقيقي، يتعامل مع الجميع باحترام، يقبل الرأي والرأي الآخر، يستمع أو مستمع جيد جدا لكل ما يقال أو كل ما يقدم. تمام؟ آه طبعا، جميل جدا. طيب في مدير تاني بقى إحنا بنحبه شوية، ده مدير بقى المدير اللي بيحب المدح، يعني كل شوية كده آه، ربنا إن شاء الله يوصلنا إن إحنا نوصل دائما للمكانة اللي هي تبقى أفضل للكل إن شاء الله. تعالى نشوف المدير اللي بيحب المدح دايما، تجيب كده طبلة تقعد تغني وراها، وكل خطوة يعملها تديله بقى برستيج عالي جدا، ولولاك مكانش حد عمل كده. أنا لسه بتكلم عن الديمقراطية. تمام، احنا دلوقتي نقلنا على المدير اللي بيحب المدح. اشوف بقى رأي حضراتكم في المدير اللي بيحب الايه؟ بيحب المدح. تمام، المدير اللي بيحب المدح ده بقى مدير لذيذ شوية. في مديرين منهم بتحب المدح في أوقات معينة، مناسبات معينة، مواقف معينة، وفي أنواع تانية بتحب المدح كل وقت، كل شوية، على كل خطوة يخطيها. يا سلام، محدش كان يعرف من الخطوة دي إلا أنت. تمام؟ زي ما انتم شايفين حضراتكم، المدير اللي هو الجزء الأولاني بيحب المدح في مواقف معينة، محدش كان يعرف يعمل حاجة دي إلا أنت، محدش كان يعرف ياخد القرار دي إلا أنت في الوقت ده، ولولا القرار اللي خدته ده ما كانش الموضوع ده تم. في واحد تاني بقى كل شوية عايز تديله ايه؟ مدح، ده بيبقى نقطة صعبة جدا، وبيبقى في ناس كتير بتلعب على كده. اه، حد يعمل شو كتير اوي في كل شيء. حضرتك ممكن تتعامل معاه، لازم برضه يعني تديله الحاجة اللي بيحبها، لكن في نفس الوقت بلاش نوع من انك انت تصل الى درجة النفاق. اه، هو بيحب المدح، امتدح طريقة لبسه، امتدح طريقة كلامه، امتدح مثلا طريقة تنسيقه لحاجة معينة، ما هو بيحب المدح، لكن في نفس الوقت ما يبقاش الموضوع يصل الى درجة الايه؟ النفاق، او درجة انك انت بتضيع المكان مقابل انك انت تضخم صورة القائد بتاع المكان. إلى حد كبير ممكن يكون في الصفة دي فعلا. ده شيء طبيعي، شيء متوقع طبعا بدرجة كبيرة جدا. هو ما بيحب الحاجة دي، في ناس كتير تلعب معاه البطل ده في سبيل إنها تعمل مصالحها الشخصية على حساب المكان، ودي نقطة مهمة جدا. مش الشغل بقى، شغله هو مصلحته الشخصية على حساب المكان، تبتدي الموضوع إيه؟ يبقى ليه تأثيرات غير إيجابية وغير محببة تماما. طبعا ما تفرقش مع المؤسسة، لابد ما يفرق مع نفسه هو، الناس بتقول عليا إيه أو أنا هكون إيه. جميل، في مدير لذيذ جدا هنتكلم عنه دلوقتي، بيسموه المدير ذو الآذان الكبيرة، أو المدير ذو الأذن الضخمة أو الكبيرة. أكيد طبعا أنت عرفته إيه المدير ده.
هو بيحاول إن هو دايما يعرف إيه اللي بيتقال عنه أو بيحصل من وراه عن طريق إن يبقى في حد يبتدي يوصل له المعلومة، ودي ممكن تجيله بطريقتين. ناس طبيعتها إنها بنسميها كده مع بعض، بنسميها عصافير، تحب دايما إنها إيه تبقى قريبة، تحب تكون متواجدة للإدارة. أنا بحب أسميها عصافير، تبقى متواجدة للإدارة على طول، كل حاجة تروح تصوصو عند الإيه؟ عند الإدارة. مش مهم كتاب التقارير ده، ممكن على طول الموقف، خلي بالك ده حصل كذا، فلان كان بيقول، فلان عمل. كتير، ودي نقطة للأسف. هو المدير بيبقى عايز يقول لك أنا عايز أعرف، ممكن يكون بيقولها إن هي سليمة، عايز أعرف انطباعات الناس، آراء الناس. فتبتدي أنت بتصرفي، أنا كموظف أوجه الموضوع ده لحد تاني، أنا متغاظ من واحد معين أو زعلان من زميل معين في العمل، فتبتدي بقى إيه؟ أقول له خلي بالك بقى من ده، بيعمل كذا أو بيعمل كذا، ونبتدي بقى نمشي بقى في نقطة الإيه؟ العسس. عشان كده لما تيجي نتعامل مع الشخص ده، عشان كده لما نيجي نتعامل مع الشخص ده لازم حضرتك في الأول زي ما كده عملك يظهرك، طريقة شغلك تظهرك، فده اللي يخليه يقول لك لا فلان ده بيشتغل، فيبتدي يثق فيك. تمام. الحاجة التانية إنك أنت طول الوقت هو بيتابع، ويبتدي يقيم الكلام اللي بيوصله، فيبتدي يغير الفكرة، ويبتدي معدل الثقة يزيد لو كان واصل له حاجة غلط عنك. تمام. هي في مديرين بتحاول إنها تسمع، وبعدين هي تبتدي تعمل عملية الإيه؟ التقييم، يشوف كده ده بيتقال عنه، أتابعه شوية. وفي واحد تاني يصدق، وعلى أساس كده يبتدي يتعامل على طول وياخد القرار. يعني برضه تبقى الواحد يحب يسمع، بس بعد ما يسمع يبتدي يفلتر الكلام. في واحد تاني يحب يسمع بس من غير ما يفلتر، ياخد القرار، ده بيتقال عنه كذا، يعمل كذا، على طول ابتدي ايه؟ شايط فيه او عامل فيه اي موقف، لان محدش بيتكلم عنه كويس. فدي نقطة مهمة جدا بنشوفها برضه مع المديرين اللي بنشتغل معاهم، او حضراتكم بتشتغلوا معاهم، فلازم تبقى فاهم. حط دايما كده بتتعامل مع مدير زي كده، وتحس ان فيه زي ما تقولوا كده عصافير في المدرسه، او في عيون، او في حد بين الاخبار، انك انت تقول كده عملك يظهرك. تمام. ده في ناس تعرف مثلا ان الفلان ده بيوصل للمدير كل حاجة، فيبتدي يقول لك اتودد له عشان هو اللي هيوصل لي للمدير، وتلاقي بعد كده ايه يعني بقى في صف تاني من الايه، من العصافير، وصف تاني من الناس اللي بتتودد. تمام. ندخل على واحد جديد. ده طبيعي فعلا. تمام. في مدير تاني بقى يمكن حضرتك اتكلمت عنه، نسميه المدير البشوش أو المدير الطيب. ده مدير حسن النية دايما متوفر عنه، يفترض دائما الناس فيها صفات جميلة، يفترض إن الناس دايما فيها الخير، وعلى أساس هذا بيبتدي يتعامل مع الإيه؟ مع الآخرين. يرى كل شيء إيجابي، بيحب إن الناس دايما تبقى حواليه مبسوطين، مفيش حاجة تزعلهم، عشان يقدر ياخد منهم الإيه؟ النتيجة اللي تخلي المؤسسة بتاعته إيه؟ تبقى في حالة نمو أو حالة استمرار. الشخص ده دايما عشان تبقى دايما متواصل معاه،
انك انت بتقيم معه علاقة. العلاقة دي بتعتمد انك انت دايما دايما بتتواصل معاه في اي مواقف بتحصل عنده، بتتواصل معاه في المناسبات، فده بيقوي الرابطة بينك وبينه، وبالتالي تبتدي انت تشعر بالامان او الثقة في المعاملة وفي المؤسسة اللي هو ايه بيديرها او المؤسسة اللي هو بيقود. طبعا هو فعلا نادر، مش موجود دلوقتي زي مدير الايه؟ تمام. في مدير كمان اتكلم عنه، انا حاسس اني طولت عليكم كتير. في مدير كمان اتكلم عنه بيسميه مدير المحافظ. يعني ايه المحافظ ده؟ الذي لا يرغب في التغيير. يقول لك لا، اللي احنا موجودين فيه ده اجمل حاجه، واللي احنا موجودين فيه ده يعني خلاص ده انجاز، ما مش هيتغير. لو حد يعمل الحاجة دي، ده لا يا عم، ده احنا وصلنا لمرحلة كويسة، ممكن نفشل، ولو نفشل يبقى نضيع كل اللي عملناه. لا، خلينا في اللي احنا فيه كده كويس. احنا بنسميه المدير الغير متطور او المدير الرافض للتغيير. ما عندوش حاجة اسمها يحلم يطور. روتيني طبعا كتير، يطور المؤسسة بتاعته، ما عندوش حاجة زي كده، ما عندوش الفكرة بتاعته. تمام. ولو حصلت مشكلة خلاص بيدور على واحد يشيل المشكلة عنه، يشيل له الليلة زي ما بيقولوا، خلاص، أو زي ما بيسموها كده كبش الفداء للمشكلة بتاعته. طبعا المدير ده لما نيجي نتعامل معاه نحاول إن إحنا نغير الفكرة، نديله الثقة. وفي ناس تقول له أنا مستعد إن أنا أتحمل المسؤولية في الموضوع ده. ما دام قلت له انا مستعد ان اتحمل المسؤوليه في القرار ده او في الموضوع ده، يقول لك خلاص اعمل اللي انت عايزه، بس خلي بالك في الاخر انت المسؤول، انا ماليش دعوه. تمام. فهو بيروح شايل على دماغه ويرميه على واحد تاني، ولما قلت له انا المسؤول وانا المتحمل الموضوع ده كله، هيبتدي هو ايه يفرح جدا بالكلمه دي، ان هو دايما بيدور على حد يعلق او شماعه يعلق عليها الاخطاء اللي بتحصل، زي ما بنسميها كده ايه كبش الفدا بتاعه. هو طبعا يخاف جدا من الموضوع ده، عشان كده بيحاول ان هو ايه يعني يقول لك كفايه اول احنا فيه بالظبط. تمام. في مدير كمان في مشكله كان يدخل على واحد كمان. تمام. في مشكلة مدير كمان اسمه المدير المتهور. المدير المتهور او المدير المتسرع. مدير متهور او مدير ايه متسرع. متسرع في القرارات بتاعته، متسرع في الانفعالات، متسرع في مشاعره حتى. عشان كده لما نيجي نيجي نتكلم معاه اقول له لا، لما يكون في موقف معين، في حاجه معينه حضرتك اسالني انا كمسؤول او ملتزم بالحاجه دي، ما تسالش حد تاني، انا المسؤول عن الموضوع ده او انا الملتزم بالحقيبه دي او ملتزم بالشغل ده، يبقى اذا انا المسؤول قدامك، ما تخليش حد يجي يقول لك هو عمل ايه او ما عملش ايه. ان هو دايما يجي واحد يقول لي شفت بيعمل كذا بيقول كذا، لا اقول له انا شغلي، انا عارف شغلي، بعرف اوصل له ازاي، وفي الاخر لما اجي اوصل لنتيجه معينه اتواصل معاك انت بصفتي انا مسؤول عن الشغل وانت مسؤول عن المكان نفسه. الكلام ده لما يتقال له صوره هدوء وصوره لطف في المعامله، بيبتدي يغير الفكر بتاعه، ويبتدي يديك الايه الاحساس بالامان عشان تقدر تشتغل وتعمل بطريقه افضل. تمام.
في مدير كمان اسم المدير، هو لو بقى عصبه قدامه العملية هتولع، لكن هو محتاج إن هو المدير عصبي، أنا أقدر أتكلم معاه بلطف وبهدوء بس أوصل له رأيي بطريقة محددة بكلمات واضحة ومحددة. لما تلاقيك أنت واضح في كلماتك وهادي في المعاملة معاه وتعرفه أنا فاهم كذا وبعمل كذا وفي الآخر هرجع لك أنت، خلاص يترك الموضوع ليك على أساس إن هو إيه؟ ما يبقاش فيه نقاش مرة تاني. تمام كده؟ تمام. ندخل بقى على موضوع تاني احنا بنسميه مدير مرهف الأحاسيس. الإنسان بيتعامل بالمشاعر. إنسان بيخاف يقول الكلمة تزعل حد، وفي نفس الوقت ما بيحاولش إن حد يسخر منه. تمام؟ فبيبقى مدقق جدا في كلماته، مدقق جدا في تصرفاته، علشان محدش يلومه، وعلشان هو ما يجرحش حد من مشاعره. عشان كده برضه انت بتتعامل معاه لازم تتعامل معاه بنفس المنطق. فاكرين الشخص الحسي اللي حضر معانا الجزء بتاع الأنظمة التمثيلية؟ الشخص الحسي كنا بنتكلم هو شخص يتعامل بأحاسيسه، يتعامل بمشاعره. تمام؟ الشخص ده بيتعامل بأحاسيسه بمشاعره، ما بيحبش حد يسخر منه، ما يحبش حد يقول له أنت مكانك هنا غلط، ما يحبش حد يقول له أنت اللي بتعمله ده مش صح، أنت كده بتأذيه نفسيا من جوه. لكن لما تيجي تتعامل معاه اختار كلمات كويسة جدا، اختار كلمات طيبة تستطيع إنك أنت تصل الهدف اللي أنت عايزه أو تحقق الايه الهدف، بس في الاخر يشعر انك انت تحترمه، تحترم مشاعره، تقدره، وفي نفس الوقت ما تجرحوش. لانه لو حاول بعد كده ان هو يجرح بكلمات هيكون جارح جدا في كلماته. زي ما بيحب ان يعامل الناس مثل ما يعاملهم، او يعاملهم الناس زي ما هو بيحب يعامل الناس. في مدير كمان احنا نسميه مدير اللي دايما بيحب كلمة لو، يقول لك نسميه مدير المتمني، نفسي اعمل كذا. يا سلام لو قدرنا نعمل كذا في المكان اللي احنا عايزين فيه، ويقعد بقى يحمل لك الارض، يفرش لك الارض ورد، ويقعد يغني معاك بحاجات جميلة جدا. بالظبط. لكن يجي ساعة العمل مفيش حاجة، عايش في أحلام دايما، لكن يجي تنزل الأرض الواقع ما بيعرفش يعمل حاجة. عشان كده لما تيجي تتعامل معاه حاول إنك أنت تديله الصورة الواقعية صح، تعرفه إنك أنت بتتكلم في أرض الواقع. لأ، إحنا بنحلم في المكان ده، بس خلي بالك إحنا عندنا 1 2 3. اتكلم معاه بطريقة منطقية وقول له أحلامك جميلة نقدر نحققها، بس ما نتغلب على الايه؟ على النقاط الموجوده قدامنا. في النقطه دي يبتدي هو يفكر معاك، لو هو ابتدى يعني عايش الحلم قوي، انت تقول له طب نعمل ايه عشان نوصل للحلم؟ تمام؟ بدل ما قلت له نعمل ايه نوصل للحلم، انت تفتح معاه حوار عشان تتكلم معاه وتتعامل معاه. بعض منهم بيرفض ان هو يعيش الواقع. كتير بيرفض ان هو يعيش الواقع. تمام؟ الاحلام عنده، عايش الاحلام. خلاص؟ عشان كده انت ممكن تتكلم معاه بطريقه منطقيه، بطريقه ايجابيه، تقدر توصل دي المعلومه الايه؟ السليمه، وتقدر ترجعه من عالم الخيال الى عالم الايه؟ الواقع. تمام. انت فعلا كل الوقت عمال تتكلم معاه، تحاول تديله امور واقعيه، هو عايش في احلامه او في خيالاته. قول له طب ما تيجي احنا ننقل الخيال ده، ننقل الحلم ده على ارض الواقع، نعمل ايه؟ نتكلم ازاي؟ نخطط ازاي؟ فتبتدي بقى انت تغير من الفكر بتاعه وتحوله لفكر ايه؟ ايجابي بطريقه اكبر.
تمام. يفضل يبقى بعد كده مدير تاني اسمه المدير التابع. المدير ده اللي هو بيدي المفتاح بتاع المؤسسة لواحد تاني، يقول بقى انت اقعد كده وخليك ملك، وسيب لي بقى انا اللي هدير المكان ده. يبتدي يديره الشخص الاخر ده، يديره على هواه، يقول له نعمل في الموظفين كذا عشان ما يقلبوش الدنيا علينا، يقول له اللي انت شايفه صح يعمله. يبتدي يطلع قرارات ويقول له نمضي القرار ده عشان يبقى دايما خايفين منك وعاملين لك حساب، يقول لك ماشي ما دام انت شايف الصح كده. بيسلم مفتاح نفسه، مفتاح المؤسسة بتاعته لشخص ما عندوش، لشخص له أهواء خاصة في إدارة المكان. تمام؟ المدير اللي زي كده حاول إنك أنت ما تتعاملش معاه، ابعد عنه تماما، خليك في شغلك بس، خليك في هدفك لتحقيق شيء معين أنت بتسعى ليه في مكان عملك، لكن المدير ده خلاص تجاهله كأنه إيه؟ مش موجود. أي نعم هيكون سبب متاعب في المكان، سبب مشاكل في المكان، لكن بقدر الإمكان ما دام أنت شايف شغلك وحاطط هدفك، اترك كل شيء وتبتدي يعيش الإيه؟ الموقف نفسه وتجاهل وجوده. ما عندوش قدرة إنه ياخد قرار أصلا، ما يعرفش يعني إيه من قرار. هو كل الفكرة اللي عنده إن هو إزاي يعني يبقى قاعد مرتاح البال كده، قاعد في مكتبه، وواحد بقى إيه بالظبط، واحد عمال يدور له المكان حسب هواه الشخصي، وفي الآخر يجي يقول له أنا معرفش عنك حاجة. فعلا لازم نبعد عنه تماما ونتجاهل وجوده، ونبتدي احنا نشوف شغلنا ونشوف وظيفتنا ونحاول نحقق الهدف اللي احنا ايه عايزينه. هو ده متابع بقى في حاجة خلاص يعني، مش في كل حاجة، مش فارق معاه بقى. وهم برضه ممكن يضحكوا عليك كلام، شوف لو انت ادارتك ناجحة كل الناس كده شايف انت يعني الكل عامل لك حساب، خلينا احنا في الوش وانت من ورا، وابتدوا هما يحققوا احلامهم او يحققوا اهوائهم الشخصيه، وهو يعني سامحوني في التعبير بيضحك عليه بكلمتين وبيسلم كل حاجه بايه بسهوله. مدير مزاجي او مدير هوائي ده بيتصرف حسب حالته النفسيه في اليوم ده، مبسوط يبقى يخلي الكل مبسوط، متضايق يبقى ايه هيعكنن على الكل. تمام؟ علشان كده لما تلاقيه مبسوط تحاول انك انت ايه تخليه دايما في الوضع الجميل ده، لكن لما تلاقيه بقى داخل في وضع زي ما نسميها كده مد الوش الخشب، حاول انك انت تبعد عنه في اليوم ده تماما، لانك انت توصل معاه هتوصل معاه لموقف ايه يعني مسدود او لطريق مسدود. مدير المزاج ده بيبقى في حالة متقلبة، عامل زي موج البحر كده، مرة جميل مرة يسول، مرة هادي، مرة قائد ناجح جدا، مرة ياخد قرار متسرع، حسب الحالة النفسية اللي هو بيمر بيها أو حسب حالته الهوائية اللي هو عايش إيه؟ عايش عليها. أنا دلوقتي بعد ما تعرفنا إيه الشخصية، وعرفت إن أنا في الأول لازم أعمل 3 حاجات مع نفسي، أعرف نفسي كويس، أقبل نفسي، أطور نفسي، دخلنا في مكان مجال العمل، ابتدينا نتعامل مع المديرين، ابتدينا نعرف انواع المديرين، ازاي انا ابتدي اتعامل مع كل واحد بطريقه معينه، بطريقه اللي احاول ان انا احقق هدفي في المنظمه او المؤسسه اللي بعمل بيها، وفي نفس الوقت اكون على طريقه التواصل الجيد مع المدير. في النهايه كده اكون وصلنا ل نهاية الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة. أتمنى إن شاء الله نكون قدرنا نعمل حاجة معاكم، وقدرنا نقدر نوصل معلومة كويسة، وأشكر مرة تانية الأكاديمية سمحت لي أكون وسطيكم. أشوفكم على خير إن شاء الله، وأتمنى ليكم دايما أوقات طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.